بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي من متابعي قناة مطبخ المؤمن وليد. كنتمنى لكم أخواتي في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض واحد الخبيزات معمرين، يعني هاد الخبيزات هادو غادي يتعمروا بواحد الشكل مختلف إن شاء الله. هما عبارة على باكيت صغير. كنتمنى أخواتي تجربوا من إعجابكم. إلا عجبكم بحال ديما ديروا لايك اشتركوا القناة وقناة تبشروا الوصفات. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبه لهذا الباكيت هذا غنحتاجوا ليه على بركه الله العجين السحري اللي سبق لي حضرت معكم. غنحتاجوا زيتون اخضر بدون نواس، غادي نحتاجوا فلفل الوان مشكله مشويه، ضروري ما تكون مشويه. غنحتاجوا زيتون اسود عاوتاني حيدنا له النواس هنايا عزوف العليفه اللي فيه. غنحتاجوا واحد المعلقه ديال شويه من ديال اعشاب منسمه لو اعشاب خوفانس اللي فيها الزعتر الزعتره ازير ورق بند. غادي نحتاجو على ورق سيدنا موسى. غنحتاجو شويه ديال الموتزاريلا، يمكن لكم ديروا اي جبن بغيتو ماشي بالضروره الموتزاريلا، يمكن لكم ديروا اي جبن بغيتو. وعندنا شويه ديال الطوماط سوريز، اللي ما عندوش طوماط سوريز يمكن له يدير غير هذا يقطع واحد المغيشه كبيره يقطعها طريفات صغار، ولا يمكن ديال يستغنى عليها يعني على حسب اللي بغيتو. غنحتاجو الملح والبصل، وعندنا زيت الزيتون. هادو هما المكونات. غادي ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. طبيعة الحال اخواتي كناخذوا العجينه كنحاولوا نقطعوها لقطع صغيره ولا متوسطه على حسب الباكيت اللي بغيتو، اما كبيره ولا متوسطه ولا صغير. كنحاولوا على بركه الله شكلوا من الكويرات بهذه الطريقه هذه. هنا بطبيعة الحال اخواتي من بعد ما شكلنا العجين بكريات صغيره كنحاولوا على بركه الله اننا نبسطو بشويه بالمدلك. غادي نجيو على بركة الله هنايا نحاولو بهاد الطريقة هادي نضبطو هنايا نشكلو على شكل باكيت. صافي تنحاولو نقفلو الأطراف هنايا بهاد الطريقة هادي. يعني سبق لي حضرت معاكم أنواع ديال الباكيت هادي يعني مختلفة وبأشكال مختلفة. تنعرفو بحال هاد الحويجات هادو تيبقوهم الوليدات وكيبقاو يعني من بين الملاحات اللي هي زوينه كنشوفوها في المخبازات وكتعجبنا. صافي اخواتي غادي نخليها ترتاح ونشكلها بهذه الطريقه هذه، يعني ماشي ترتاح يعني غير غنطوندو يعني بما شكلنا هاد العجين هذا كله نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفو كيفاش غنعمرو. هنا من بعد ما كنشكلوهم على شكل باكيت فتنجيو اخواتي تنحاولو نضربوهم بالموس بهاد الطريقه هذه ولا بواحد الزيزوار اللي تكون خاصه بالمطبخ. هانتوما لاحظوا معايا اخواتي نحاولو اننا نضربوهم مزيان بحال نقسموهم على جوج، ولا ما غاديش نوصلو الضربه حتى لتحت. غادي نحاول نبسطهم شويه بهاد الطريقه. لاحظوا معايا اخواتي نحاولو نبسطهم بهاد الطريقه. نبسط شويه هكا يعني تيجي بحال هذوك لي باكيت اللي تلقاو في المخبزات كيكون تاعو شويه غاليين. حنا نصيبوهم في دارنا بالمواد اللي متوفره عندنا ونعرفو شنو كلينا. طبيعة الحال هنا من بعد ما بسطناهم وفتحناهم بالموس فتنحاولو اننا نوضعو شويه ديال الفلفله العنيا شويه. غادي نحاولو نديرو شويه تعليب بزاف فوق هاد الفلفله باش ما تجيناش باسله. شويه تاع الملح ولا البزار نتبع شويه ديال الزيتون بطبيعة الحال الخضر والكحل. بطبيعة الحال يمكن لكم ديرو غير واحد الزيتون الاسود كيعطي واحد المذاق رائع جدا في هاد المملاحات وهاد المخبوزات. يمكن لكم ديرو الزيتون الكحل ولا الزيتون الخضر. نوضعو حلقات من الزيتون الأخضر يعني المنظر ديالهم كيجي تيشهي. هاد الخبيزة تاعكم إن شاء الله تجربوهم ويعجبوكم ويعجبو وليداتكم. هنا نحاولو نقطعو شوية ديال الطوماط سوريز، يعني اللي تيبغي مطيشة، اللي ما تيبغيهاش فيديرهاش ماشي مشكل، اللي ما تيبغيش مطيشة خضرا وهكا تنعرفو أن الطوماط سوريز تتجي زوينة هكا في واحد المذاق رائع جدا الطبق ديالنا. كاين ما بغاش ما يديرش ماشي مشكل. هنا غادي نحاول نوزع شويه ديال الاعشاب بهذه الطريقه هذه. طبيعة الحال انا تعجبوني الاعشاب على الخاص
ما عندوش هاد الاعشاب يديرها الزعتر. الزعتر هو تيجي رائع جدا مع زيت الزيتون وهاد المكونات هادي، الزيتون وزيت الزيتون والزعتر تيجيو رائعين، والزعتر كذلك الا كاينه تيجيو رائعين. هاد تجي الحشوه فيهم زوينه وتجي الطعم ديالهم رائع. غادي ندير حتى زيت الزيتون بهذه الطريقه هذه. مثلا ناخذ واحد صفر بيضه تنخلطوه مع شويه ديال الحليب، وتنحاولوا اننا ندهنوا باغي هاد الجوانب هادو باش يعطونا واحد اللون اللي هو يعني ذهبي، وباش نبغيو اللون ديالهم هاد الجناب هادو. صافي انا غادي ندير، غادي ندخلهم يطيبوا واحد 5 دقائق حتى 10 قبل ما نخرجهم. تنديروا ندير لهم جبنه الموتزاريلا، ولا يمكن لكم تستعملوا كيف ما قلت اي جبنه متوفره عندكم. ندير لهم الفرماج، نردهم واحد 5 دقائق يذوب الفرماج. صافي تنخرجهم طبيعة الحال بالنسبه للعافيه، فغادي نطيبوهم على يكون الفرن مسخن من قبل على 200 درجه. ما ندخلوهم نشعلو عليهم غير لتحت 180 حتى وكان يطيبوا لنا، وتنشعلو عليهم من الفوق تحمروا هاد الجنيبات هادو. صافي غادي نحاول اننا قبل ما نخرجهم تندير شويه ديال الجبن، عاد كنرد الجبن يذوب وتنخرجهم ونقدمهم بالصحه والراحه. الباقي تاع اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما خرجناه من الفرن، فتمني تنزولو تنحاول نحطو فوق حيت شفتو كان تيبرد، ماشي يبرد عاوتاني غادي يكون دافي، ونقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى اخواتي تجربوه ونال اعجابكم. الى عجبكم ديروا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه باش تصلوا جديد الوصفات الى حلقه مقبله بحول الله.